أصحاب الفضيلة والنيافة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، أحييكم جميعا تحية طيبة، وأسعد كثيرا بمشاركتكم في هذا اللقاء المتميز بحضوره وموضوعه، حيث يضم هذا اللقاء نخبة علمية وفكرية من أتباع مختلف الأديان والثقافات، وهي تلتقي هذا اليوم في عاصمة الحضارة والجمال. نجتمع ونحن أحوج ما نكون لدعم وئامنا وتعايشنا في سبيل تحقيق المزيد من إسهامنا في بنائنا الحضاري، وذلك لنملأ بقوتنا الناعمة فراغه الشاغر. إن الإنسانية أيها الإخوة لا تزال تعاني من هذا الفراغ حتى اليوم، حيث خلف وراءه متاعب مدفوعة الثمن من قيمنا وسلامنا ومحبتنا وتعاوننا، بل ومن مستقبل أجيالنا. وكل ذلك يصب في أواصر رابطتنا الإنسانية والأخلاقية، ولا بد أن نكون أقرب لوصفنا الإنساني والأخلاقي، فكلما ابتعدنا عن هذا الوصف كلما فقدنا قريب قدراً كبيراً أو قليلاً من استحقاقنا له بقدر الهجر والبعد. عندما نتأمل في تاريخ الصراع الديني والثقافي بين بني النفس البشرية الواحدة، نجده يعود إلى صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن ابتداءً بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع، ولم تؤمن كذلك بحق الاختيار الحر، بل وفي بعض مشهد تطرفها العنيف لم تؤمن حتى بحق الوجود. وما يجب أن نتعامل معه في كثير من سياقاته الفكرية والثقافية، أقصد التنوع والتعدد، باعتباره شكلاً مهماً من أشكال الثراء والإبداع. كما لم تؤمن ثانية أن تسامحها وتعاونها ضرورة من ضروريات تكامل بقائها ومن كرامة ذاتها أيضاً. والتاريخ الإنساني شاهد على ذلك بتفاصيل مؤلمة تحكي وقائع همجية التطرف ووحشية الإرهاب الناتج عن هذا العته العقلي. عندما نتفهم خصوصية بعضنا نحو القناعة الدينية والمذهبية والثقافية، بل والفكرية عموماً، نصل إلى مستوى عالٍ من الحكمة والتحضر. ودين الإسلام، ونحن هنا نتحدث باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت رابطة العالم الإسلامي، دين الإسلام كرم بني الإنسان وضمن لهم حرية الاختيار ابتداءً، وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، حيث قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولعلنا نتفاءل كثيراً عندما نحسن الظن بعزائمنا التي تترجمها مثل هذه اللقاءات، لنرى بكل استشراف أن عصرنا هو عصر الفلسفة السياسية والأخلاقية، وذلك بعد أن أنهكت البشرية الصراعات الدينية والمذهبية والثقافية والسياسية،
مخلفة وراءها تاريخا يفتقد الوعي الحقيقي بقيم العدالة والأخلاق. هذه القيم التي أقول وبكل صراحة لا تقف عند نظريات أرسطو وأفلاطون وابن رشد وغيرهم من فلاسفة الحركة الإصلاحية في عصور الانتفاضة الفكرية من زمن لآخر، بل إننا جميعاً نختار ما يناسب قناعتنا المشتركة التي تضمن لنا وئامنا وتعايشنا وتبادلنا الإنساني والحضاري دون أن نكون أسرى ظرف أو سياق معين لا يناسب إلا وقته. وإذا جاز القول بأن الأحوال والظروف الخاصة عبر امتداد التاريخ البشري تتطلب قوانين وقيما خاصة تقبل التحول والتغير ولا تكون مقلدة لنظريات صممت لغير وقتها، فإن زمننا أولى بهذا القول في كثير من أحواله ومتطلباته. أيها الإخوة، لا شك أن أسرى التاريخ أو أسرى رجاله هم في التحول والإبداع والتصحيح رهن زمن مضى خلدوه وعكفوا عليه. ومع هذا كله فالحكمة أياً كان زمنها ومكانها ومصدرها ورجالها هي مطلب العقلاء، بل هي البعد الغائب والحلقة المفقودة في كثير من أحوال عالمنا اليوم. والحكمة تقول: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، لكن رجال الحق أهل تقدير وإجلال. ما أحوجنا لجودة حياتنا وإنسانية وجودنا وصولاً لعدالتنا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. وما أجمل أن تكون تلك القيم بحسب كل سياق مدونة في دساتير الأمم ترجع إليها عندما تتيه أمام تيارات الانسحاب الإيماني. هذا الانسحاب الذي جعل انسجام كوننا المدهش بمادته الملموسة محسوباً في ظن البعض على خيال عدمي عبثي، ناسياً عندما أنكر غيبيات الإيمان أنه وقع في إيمان أشد غيباً من غيبه المجحود، وهي متلازمة عجيبة تلتصق بتلك الحالة من الانسحاب. وكذلك أيضاً عندما تتيه أمام الانسلاخ من القيم ثم تطلبها فلا تجدها، حيث لا تحاكم حينئذ إلا للنص الدستوري أو القانوني المجرد منها. وأذكر في هذا قصة لصديق يعمل أستاذاً للقانون الدستوري في جامعة عالمية مرموقة، وقد تألم كثيراً من تشريع في بلده، فسألته وإن كنت أوافقه في الاعتراض من حيث المبدأ الأخلاقي ما وجه اعتراضك على هذا التشريع، فأجاب قائلاً: إنه يخالف قيمنا المجتمعية والأخلاقية والروحية. فأجبته: لماذا لم تدون ذلك في دستور الأمة لترفع الحرج عن رجال العدالة وهم ينظرون في دستورية هذا التشريع؟ إننا متى انتهينا إلى أن المصالح تنشأ عنها القيم فتصممها على مقاسها المادي، مخالفة النظرية الصحيحة بأن القيم هي التي ترسم مسار المصالح وترشدها لتمنع طغيان البراغماتية المفتوح دون سقف على حساب قيم الطوباوية الإيجابية. فإننا حتما عندئذ سنعود إلى حالة الصراع والصدام، ليس مع مجرد تلك القيم بل مع الفطرة البشرية التي استقام معها ناموسنا الكوني من بدء الخلق حتى اليوم.
ولذا فنحن لا نفترض أن يكون الناس جميعاً على دين أو مذهب أو فلسفة أو فكر واحد، أبداً لا نفترض ذلك. فديننا الإسلامي علمنا بنص صريح أن ذلك مستحيل، ومنطق العقل والوعي يؤكد ذلك، لكننا ندعو إلى المحافظة على قيم فطرتنا الإنسانية المشتركة التي لا تعبر فقط عن خاصية دينية ولا فكرية ولا ثقافية معينة، بل عن إنسانيتنا كبشر. ميزنا الخالق بعقولنا وقيمنا المشتركة عن بقية المخلوقات. إننا يجب أن نحافظ على طبيعة هذه الإنسانية حتى لا تتحول إلى طبيعة أخرى، فيختل وضعنا البشري على أرضنا المشتركة المهددة قبل الإخلال بتوازنها البيئي بنسف قيم توازن عدالتها وأخلاقها. لم تسعد الشعوب ولا الدول ولا البشرية جمعا في رغدها وأمنها واستقرارها إلا عندما حفلت بالعدالة والأخلاق، وهي في كثير منها قيم إنسانية مشتركة. والاختلاف الديني والثقافي في تلك القيم لا يطال في الغالب هدفها المعيشي البحت أبداً. أما الجوانب الروحية فلكل منا فيها قناعته الإيمانية التي يجب تفهمها. نخلص بعد هذا إلى أهمية تواصلنا الحضاري وتبادلنا الثقافي من خلال الحوار البناء والفعال، لنقضي على العزلة الإنسانية التي ولدت الكراهية والتطرف المضاد. والكاسب في هذه الجولة وفي هذا السجال هو كاسب مرحلي فقط، خاسر في نهاية مطافه. وعلى جميع العقلاء أن يعوا بأن التنافس الحقيقي إنما يكون في سباق القيم والعمل الشريف، وهو الذي ضمنت سنة الخالق جل وعلا استدامته وبركته وسعادة أهله. يجب علينا أن نستوعب بشكل دقيق مفهوم الفضائل في ثقافة كل أمة وفي ثقافة كل حضارة، بل في كل بلد، كما يجب أن نتقاسم معاً مشتركات الفضائل، وهي كثيرة جداً، ومن ثم نعمل عليها. هذا الاستيعاب والوعي يجنبنا الصدام والصراع بصوره كافة. نقول هذا لنقرر أن الأديان عبر تاريخها كانت بريئة من حروب ظالمة واضطهادات مورست باسمها، ورفعت بها كذبا وزورا راية الرب جل وعلا، وبريئة كذلك من إعاقة لمسيرة المعرفة والتنوير مورست أيضا باسمها في الشرق والغرب. كما يجب أن نقرر أيضا أن التاريخ والصراع الدامي عبر امتداده الزمني تحت أي شعار كان لا يتحمله سوى أفراده وجماعته المباشرة له. ونقرر كذلك من جانب آخر أن عالمنا بحاجة إلى تنوير في العدالة والقيم بحجم ما وصل إليه من التنوير في المكتشفات المادية وقوانين التنمية، وذلك أن تجاوز زمننا لعصور الانحطاط لم يتوشح بالقدر اللازم من رداء العدالة والقيم. وعلى المنظومة الدولية من خلال رابطتها الأممية أن تدرك أهمية هذا الأمر وتعمل عليه بقرارات ومبادرات فاعلة وجادة. أيها الإخوة،
إن العقل البشري وقد بلغ ما بلغ من المعارف المادية لا يزال جريحا في مادة القيم بمشتركاتها التي نتفق عليها جميعا. إننا كلما أدركنا معنى نفسنا البشرية الواحدة والتي خاطبنا الخالق بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم، وكلما اتسعت آفاقنا فأدركنا طبيعة الاختلاف البشري وضرورة احترامنا لحريات بعضنا البعض، وأدركنا كذلك طبيعة تنوعنا بوجه عام وتفهمنا ذلك بوعي كامل، وكلما استوعبنا أيضاً حكمة تنوعنا الإثني وكنا على يقين بأن المشهد الغالب لذلك التنوع هو في حقيقته مصدر تكامل وتعاون وإثراء لا كراهية وتخوف وإقصاء، عندما نكون على هذا المستوى من الوعي فإننا سنكون أقرب إلى إسعاد البشرية وتحقيق أملها المنشود وتجاوز معاناتها التي تزداد من حين لآخر، بالرغم من تقدمها المعرفي والتقني وعولمتها الشاملة، وبالرغم أيضاً من رابطتها الأممية. ختاماً، أؤكد من خلال هذا المحفل المهم بحضوره المتميز أن 10% فقط من مشتركاتنا كافية لإحلال السلام والوئام في عالمنا، وأننا بالوعي المنشود نستطيع مواجهة كافة أساليب الهيمنة الفكرية والثقافية التي لا تطرح رؤيتها في سياق حضاري وأخلاقي وقوة ناعمة تستدعي حرية الاختيار، وإنما تحمل في أجندتها همجية الفرض لذات الفكر أو توظيف الفكر لأهداف أخرى غير أخلاقية. وللتاريخ مع أولئك عظة لا تنسى، لكن من يسلك هذه المسالك لا يتعظ حتى بنفسه. أكرر شكري وتقديري على هذه الدعوة الكريمة، وأخص بذلك معالي صديقي الأستاذ الفاضل فيصل بن معمر، كما أكرر اعتزازي بوجودي بينكم في هذا اليوم، وتقبلوا مجدداً أطيب التحية والتقدير، وشكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء.